Salut mes amis, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم فيديو مختلف، غادي نشارك معكم واحد الفازه جديده خديتها، غادي نطلعكم على لي زوبسيون ديالها وحتى الثمن باش خديتها، باش تكونوا واخدين فكره عليها في حاله ما بغيتوا تاخذوا بحالها تكونوا عارفين عليها كل شيء. ايوا وغادي نشارك معكم حتى الصالون ديالي حيت باغيه نبدلو، بغيتكم تعطوني الاراء والافكار ديالكم باش نقدر نختار وناخد شي صالون زوين، حيت كيف ما كتعرفوا الصالون هو الاساس في الدار، مخصص للاكثر ديال الضياف. ايوا حتى حنايا بعض المرات كنبغيو نجلسو فيه، يعني خاصو يكون شي صالون زوين ومبهج بالوان فاتحه باش الواحد ملي يجلس فيه يحس بالراحه. بلا ما نطول عليكم خليكم معايا، غادي نبدا لكم التلفازه هي الاولى. هانتوما كيف كتشوفوا، هذه هي التلفازه ديالنا اش دي تي في اخر سيري 7. الطول ديال الشاشه ديالها 125 سنتيم. غادي ندوزو دابا على لي زوبسيون ديالها. عندنا UHD بروسيسور، هذا كيتعلق بالسرعة، يعني هي سريعة بزاف. HDR يعني المدى الديناميكي العالي، وهذه التقنية هي المعيار الرئيسي في شاشات التلفاز حيث كتوضح الصورة مزيان والألوان بشكل كبير، بحالها بحال 4K واللي هي تقنية جديدة ولاو جميع شركات التكنولوجيا كيعتمدوا عليها في الأجهزة ديالهم، حيت كتعطي الدقة العالية في الصوت والصورة. وهاد سمارت رينكس يعني أنها كتكونكت مع بزاف ديال الأنواع ديال الأجهزة. سليم ديزاين، هذا كتعلق بالسمك، يعني هي رقيقة بزاف، فيها تقريبا 1 سنتيم. وها هي الفوركة اللي قلت لكم، ابل اير بلاي، يعني انكم تقدروا تانستاليو فيها كاع لي زابليكاسيون ديال ابل واخا هي من نوع سامسونج. والاش دي ام اي يعني هو داك الكابل اللي كيربط بين الاجهزه. فوالا هادشي اللي كاين، انا غادي نوريها لكم بعد ما ركبناها. هذا هو الجيد ديالها، فيه كل شيء كيفاش تقدر تركبوها. وهو الكابل والتليكوموند. وهادو هما الرجيلات ديالها. ها هي بعد ما ركبناها وشعلناها، كبيرة تبارك الله. هانتوما كيف كتشوفوا الصورة ديالها، واضحة بزاف والألوان باينين. والثمن باش خديتها هو 5000 درهم، حيت فيها بروموسيون ونورمالمون هذا ماشي هو الثمن ديالها، هي كتر من 5000 درهم. هذا هو الصالون ديالي، بسيط وعادي جدا، ما دايره فيه لا ديكورات لا والو كيف كتشوفوا، حتى الريدويات ما دايرهمش.
هاد الجهة هادي عندي هنا واحد الكوان حط عليه تصويرات، وهنا الطبيلة والتلفازة اللي كانت عندي مش حال هادي، حط البيت اللي كانوا فيه دايرة دابا فيه تلفازة جديدة وما لقيتش فين نحطهم حيت الدار عندي صغيرة شوية. غادي نخليهم هنايا في الصالون مؤقتا ما خداهم شي حد. ايوا وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى في صراحة تعاونوني بزاف وتفيدوني بالافكار ديالكم، حيت انا حيره وما عرفتش اللوينات اللي غادي نختار يكونوا بشي لوينات متناسقين، حيت انتما كيف كتشوفوا اللوينات اللي عندي ما عجبونيش، الغوز والزرق والبيج اللوينات ما متناسقينش مع بعضياتهم. انا غادي نخلي لكم الفيسبوك ديالي لتحت باش تواصلوا معايا، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وتابعوني باش تشوفوا معايا الصالون الجديد ديالي ان شاء الله. وبسلام عليكم.